Quoi de neuf santé. كوا نفس سنتي كالعادة قدموا لكم آخر الدراسات الطبية والعلمية في تونس والعالم، خاصة رصد الآليات الكامنة وراء أمراض التنكس العصبي ذات الأصل البيئي. العوامل البيئية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض التنكس العصبي في غياب القابلية الوراثية، ولكن التعبير السريري قد يستغرق عقودا حتى يظهر. هناك تداخل معقد بين العوامل الوراثية والبيئية التي قد تقود إلى إصابة البشر بأمراض تنكسية العصبية مثل الخرف والباركنسون وغيره، وبينما ترصد العوامل الوراثية بدقة عبر الاختبارات الجينية التي تفحص الحظم النووي لاكتشاف التغيرات في الجينات التي يمكن أن تتسبب في تلك الأمراض، لا يزال علماء الأعصاب يواجهون مشكلة رئيسية لإثبات التأثير الطويل الأمد للعوامل البيئية، وعلى رأسها التعرض للسموم العصبية والتداخل الذي يحدث بين العوامل الوراثية والبيئية. المعضلة هنا أن التأثير طويل الأمد للعوامل البيئية قد يمتد لأكثر من 3 عقود، وبالتالي يصعب معه إثبات التغيرات التي تطرأ على حياة الأشخاص أو تحديد عامل بيئي بعينه دون غيره نظرا لتعدد العوامل، بالإضافة إلى انتقال السكان لعدة أماكن مختلفة على مدار سنوات عمره. وفي محاولة جادة لإثبات تأثير طويل الأمد للعوامل البيئية على الإصابة بأمراض التنكس العصبي، وجد علماء الأعصاب ظلتهم المنشودة في مرض يدعى التصلب الجانبي الضموري والباركنسون والخرف، وهو مرض نادر ذو أصل بيئي بامتياز يحمل بين طيته أبرز أعراض الأمراض الثلاثة المجتمع. وانكشفت الورقة البحثية اللي نشرتها Springer Nature أن العوامل غير الوراثية أي البيئية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض التنكس العصبي في غياب القابلية الوراثية، وقد يستغرق التعبير السريري عن أمراض الدماغ سنوات عقودا حتى يظهر، وقد تختلف بناء على عمر الشخص وقت بداية التعرض لتلك العوامل البيئية وربما أيضا على جرعة التعرض. في حين ظهرت أعراض التصلب الجانبي الضموري بشكل عام بين الأشخاص الأصغر سناً، فقد أصيب الأشخاص الأكبر سناً بباركنسون والخرف. وهذه الورقة البحثية اللي استخلصت نتائجها من عشرات الأبحاث التي أجريت في هذا الشأن عبارة هو أداة لا غنى عنها لعلماء الأعصاب والباحثين السريريين ومرجع علمي لفهم آليات ودور التي تؤديها السموم وعلاقتها بالتنكس العصبي. وتوصلت النتائج إلى أنه أكثر المسببات منطقية للإصابة بمرض هو التعرض للسموم الجينية نتيجة تناول بذور نباتات سيكاد سيم. كما أكدت الدراسة أن فهم الأمراض على أساس التفاعلات الجينية والبيئية كان مفتاح نجاح هذا النهج، وإن تم اعتماد نهج يبحث في العوامل البيئية الخارجية المختلفة مثل التلوث المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى استجابة الجسم الداخلية التي لا تختلف بين الأفراد من عائلة نفسها فحسب، بل أيضا بين أعمار بمختلفة. كانت هذه كوادنوف سانتي بالنسبة لليوم.